سيناعوم، هل تعتقد بأن أيضا الصدى الذي تركته الاعتداءات الإسرائيلية، موجة التنديد نعم هي في مجموعة من العواصم العربية والإسلامية وحتى الأوروبية والغربية بشكل عام، ولكن الغرب اليوم يفكر في أزمة أكبر، في صراع محتدم هو الآخر هناك في أوكرانيا، هل يمكن أن نقول بأن الأزمة الأوكرانية غطت على التنديد الدولي أو حتى على الضغط الدولي الذي يمارس على تل أبيب من أجل العودة عن هذه الاعتداءات والجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ وهذه القضية هناك منطلق دائما في معالجة المشكلات السياسية الدولية، الدول لا تنشغل، يعني الدول لا تنشغل. هناك أهمية فيما يتعلق بالأحداث، أحداث معينة مرتبطة بقضايا، مسألة مثلا المسألة الأوكرانية، العنوان الرئيسي البارز الذي اتخذته هو عنوان الطاقة ومسألة الطاقة في أوروبا، لكن مسألة يعني أي سلوك تقوم به إسرائيل يخرق القانون الدولي ويكون فيه اعتداءات على الفلسطينيين وعلى حقوقهم العادلة والمشروعة، أيضا يقوض ويهدم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهذا متصل بتعقيدات لا حصر لها، تبدأ بمسألة الإرهاب والتطرف وتشجيع هذا العنوان، وتنتهي بمسألة أيضا مشاكل الطاقة وتوافقات دول في منطقة الشرق الأوسط والحلفاء، يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في المنطقة. إذا الموضوعان لكل أهميته بالنسبة للقوى الدولية ولصناع السياسة العالمية. بالنسبة للدول العربية والإسلامية التزامها ثابت، التزامها ثابت لعدة اعتبارات، منها الاعتبارات السياسية والجيوسياسية، لكن الذي يدفع الدول العربية والإسلامية بشكل مباشر إلى الانخراط الجدي والمسؤول في حملة التنديد والوقوف في وجه هذه يعني الاعتداءات الممنهجة الإسرائيلية، هو التزاماتها الأخلاقية والدينية والروحية تجاه مدينة القدس. مدينة القدس بالنسبة للمسلمين رمزيتها، بالنسبة للشعوب الإسلامية أيضا في هذا الشهر ورمزيته وقدسيته بالنسبة للمسلمين، ومسجد، يعني الاعتداء على مسجد هو أولى القبلتين بالنسبة للمسلمين. هذا الاعتبار يجعل الموضوع يكون بارزا بالنسبة للمسلمين وحاضرا، أو ربما حتى الرأي العام الإسلامي، الرأي العام الإسلامي قد يهتم كثيرا بما يجري في القدس أكثر من اهتمامه بما يجري في أوكرانيا. وبالتالي من هنا، من بوابة هذه الأهمية وهذا الارتباط، ستكون للقوى الدولية وللأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأمريكية وللأوروبيين يكون لديهم اهتمام أساسي ومباشر وجوهري بما يجري في مدينه القدس المحتله من يعني من الاسرائيليين، من اعتداء على الاماكن المقدسه واعتداء على المسجد الاقصى واستباحه اباحته. هذا يعني الجهد او هذا الدور او هذا التنديد الذي يكون هو في الحقيقه قد يكون طوق نجاه ايضا للاسرائيليين نفسهم، لانه ماذا يحدث في اسرائيل في العاده؟ يكون هناك انجرار نحو دوامه عنف، كما تحدثت قبل قليل اخي نوفل، وكان هناك ربط بين ما حدث في السنه الماضيه بين الشيخ في احداث يعني في حي الشيخ جراح وامتد الى غزه. حينما تنجر اسرائيل الى دوامه عنف والى دوامه اصطدام عسكري واصطدام امني مباشر، تنجر فيها لايام في عمليات عسكريه عدوانيه، تجد نفسها يعني في معضله، تبقى في هذه العمليات، لكن الشجب والتنديد الدولي يكون طوق نجاه، لانه به تخاطب الذين يريدون استمرار الأعمال العدوانية داخل إسرائيل، لا على مستوى المؤسسة العسكرية ولا على مستوى المتطرفين الدينيين، رغم أنه الاستمرار في مثل هذه الأعمال العدوانية يجعلنا نكون في عزلة حقيقية، يعني إسرائيل تصبح تجد نفسها في عزلة، الدول تمنع مطاراتها، تمنع رعاياها من الذهاب إلى إسرائيل مثلا، المطارات تغلق، مطارات إسرائيل تغلق، هذا الوضع الأمني الذي يهدد إسرائيل إذا انجرت إلى عملية قهرية تذهب إليها بدون يعني حتى نقول اختيار مدروس أحيانا، لأنه يكون عمليات بسيطة تتراكم، يكون فعل ورد فعل وثم رد على رد الفعل، فتنتهي إلى اصطدام كما حدث في عام 2008 و2012 و2014 في غزة. أشكرك. هذا التنديد الدولي هو عامل اعتدال وتوازن، يجعل الداخل الإسرائيلي نفسه يقتنع أنه لا يوجد في غابة، يعني من يؤيد الاعتداء على المقدسيين والاعتداء على الفلسطينيين داخل إسرائيل يقتنع بعد كل حملات التنديد العالمية والعربية والإسلامية أنه لا يوجد في غابة، وأن ثمن ذلك يصرف مباشرة في اعتبارات تتصل بالسفرات بالرحلات بالعزلة وبما إلى ذلك. صحيح. فينتهي كل ذلك إلى تهيئة مناخ للحديث وللتفاوض، خصوصا وأن القانون الدولي واضح في هذه المسألة، يضع للفلسطينيين حقوقهم فيما يتعلق بدولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا طال الزمان وأمقص حقوق غير قابلة للتصرف. ولكن للتصرف. فقط في إضافة لما تفضلت به سيناعوم، هو أن
الأثر الذي كان فعلي على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو أثر لمؤسسات مجتمع مدني وقرارات مدنية، ولم تكن قرارات يعني حكومية بحتة أوروبية أو غيرها، تمام. لم تترك ذلك الأثر الكبير جدا على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. ونتذكر الحراك المدني الذي كان في بريطانيا الذي يدعو إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية نظرا هذا ايضا مهم اخي نوفل، هذا مهم جدا، هذا مهم أنا لانه كنت أقول مدني، يعني الحكومات حكومات الغربيه إسرائيل لا لا تبالي ببلاغات الحكومات العربية وتنديداتها، ولا تبالي أيضا بالحكومات الغربية وما تقوله حول علاقاتها مع إسرائيل أو سماح لهذا بالدخول للأراضي أو لا اخي خروج نوفل، أو اسمح حتى لي محاكمات اخي في نوفل بعض المحاكم. للتوضيح، نعم، أنا أقول أن اخي الأثر نوفل اسمح لي الحكومي بالتوضيح، لا ربما للتوضيح، يكون هذا غير شكرا فعلي جزيلا ولا تبالي به اخي نوفل. إسرائيل، بقدر ما تبالي مثلا بأمور تجارية، أمور مالية لا إلى غير أخي ذلك. نوفل، أخي نوفل رجاء، لا رجاء رجاء، في التحليل السياسي نربط الأمور ببعضها، حينما نقول أنه هذا العمل، العمل الذي تقوم به يعني الجمعيات والمنظمات والرأي العام الأوروبي والأمريكي، الحكومات في تلك البلدان تجد نفسها تحت الضغط أيضا، هي نفسها تجد نفسها تحت ضغط الرأي العام، لأن الرأي العام في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية رقم أساسي في معادلة صنع القرار. على مستوى الرأي العام العربي والإسلامي أيضا، هذا يتسبب في حمل القوى الأوروبية على الحديد، إن لم لا يكن نقول شرعا العكس، لا لأنه نقول سلاح. العكس. ونتيجة ذلك، لا فكرة بسيطة أخي نوفل، لأنك ربطت أمرين غير أنا مترابطين. لا، ما أنت تفضلت وقلت بأن هناك يعني لا أخي ضغط على نوفل، حكومة دعني أكمل إسرائيل كلامي رجاء، إلى غير، لا دعني أنا أكمل غير أخي أوضح نوفل، دعني الأمور، أكمل. لأوضح الأمور، لأنك أمورك يعني مفسرة وواضحة، الأمور تتعلق بأن الضغوطات التي كانت تمارس من الحكومات لم تؤتي أكلها، ولا طالما شنت حربا على إسرائيل لا أخي أو نوفل، على القدس، لا أخي نوفل، سأقول وصدر لها بيان من باريس ندعوكم لوقف الحرب حاليا، ومن نيويورك ومن لندن ومن عواصم غربية أخرى، ولكن إسرائيل لا تستجيب. في المقابل مؤسسات مجتمع مدني نظمت حملات لمقاطعة عدد من البضائع، قامت الدنيا ولم تقعد في تل أبيب، أي أن الأثر هذا هو المدني الذي أقوى أقوله من أنا الحكومي. أخي نوفل، هذا الذي أؤكد عليه، أن هذا العمل الذي تقوم به لا الحكومات ولا الرأي العام هو مهم جدا لحمل إسرائيل على تغيير أسلوبها. وراجع مثلا في العام 2008، ما الذي كانت تضعه إسرائيل كعنوان للهجوم على غزة؟ العنوان ينخفض مع مرور الوقت، منذ العام 2008 إلى 2012 إلى 2014، وصلنا إلى الآن لم يعد الحديث عن تدمير غزة أو عن تدمير حماس أو عن تدمير القدرات ما إلى ذلك. العسكرية للفصائل كل هذا الفلسطينية العناوين في اختفت، غزة، هذا ما لماذا اختفت يقوله. هذه العناوين؟ لماذا اختفت هذه العناوين؟ تأكد أنه حينما ترفع إسرائيل العنوان لأي تدخل أمني أو عسكري في أي قضية من القضايا أو أي مساحة من المساحات، هي تضع نفسها رهن أنها ستدفع تكلفة أكبر على ما فيما يتعلق نعم، بعلاقاتها التجارية، بما علاقاتها الدبلوماسية وما إلى ذلك، لأن نحن العالم مكشوف، متفقون إسرائيل مكشوفة أمام الرأي العام الأوروبي، أمام نعم الرأي العام العالمي. وأنا أربط يعني الربط المباشر، وأنه الرأي العام الأوروبي أخي نوفل هو جزء أساسي من صنع القرار أكيد الأوروبي والأمريكي، أكيد. لم جزء نقل أساسي من صنع القرار في هذه الدول، العكس، بما لم أنه في نقل آخر العكس، المطاف مهم جدا، تنتبه صحيح. لإسرائيل من بوابة أنه سيترجم على مستوى صنع القرار.